ولأنه أنا عم عيد اللي قبل. شو يا محمد مش الحال؟ تمام، بس انا بدي اكد على شغله، انه بس اذا ذكرت temporal summation و depolarization يكون جواب صح، وبذكر اكيد النمبرز. إذا hypopolarization أكيد صح، depolarization مجبور تقول local. local إيه local depolarization، so الأحسن إنك تقول hypopolarization وبس. اوكي أوكي دلال عندك سؤال؟ سوري يلا. بس هلا إذا ما نسأل، إذا سألونا interpretation about time إنه تأخير بالوقت، شو فينا نقول؟ كيف يعني؟ يعني قالوا لنا إنه سألونا إنه على 2 ملي سكند وعلى 0.5 ملي سكند شو بتأثر على الـ ماشي، الموتور النيورون ما بيقدر يعمل summation، ما بيقدر يدمج هولي تو hypopolarization إذا كانوا بعاد بالوقت. Okay, but simply بتقولي the motor neuron cannot is not able to integrate the two hypopolarization أو مش قادر يعمل summation the two hypopolarization لأنه كانوا far in time. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. بعد في أنا عندي شيء يعني دائما بنحاول بس يسألونا بالexplain دائما بنحاول نربطها بالobjective لأنه هي why. ايه واي كله مربوط بالobjective، كله مربوط بالobjective، بس اكثر شيء conclude السيجنيفيكانس الدرو اوت هودي القصص يلي هايبوثيسس هو القصص يلي بتقدري دغري تلاقيهم من الobjective. هلا مس بدي اسالك سؤال، اذا نحن نسينا نوع السميشن اللي عم بيصير اذا سبيشال او تمبورال، غلط نحط انتجريت لحتى نتجنب الغلط انه ممكن مثلا نحط سبيشال هي تمبورال؟ هتخسري على متى؟ هتخسري على متى؟ اوكي اذا فرق بالوقت تمبورال، اذا فرق بالفايبر سبيشال. لين شو سؤالك؟ فينا نقول انه summation occurs لما يكونوا close enough in time عشان اكثر شيء نفس الشيء polarization فوق الثريشولد فصار عندي action. نفس الشيء نفس الفكره. حدا بعد عنده شيء سؤال؟ بس في انا بالثري مس وقت حطينا انه this means that or this shows that ممكن تطلع indication معي غلط غير اللي انت اللي معك صح؟ طلعت معك. انا حطيت انه this shows that the amplitude of potential increase as the stimulation as اسمه increases as time of stimulation decreases. لا اول شيء بالindication ما في يقول as اوكي وهي معروفه لما يكونوا الستيميليشن قراب بالوقت حيتسجل عندك اكشن بوتنشال، اذا ما كانوا قراب بالوقت ما حيتسجل اكشن، فما في مجال لانديكيشن ثانيه. اوكي وبعده عن الانكريز والديكريز بالانديكيشن، جربوا تستعملوا شيء ثاني انهانس امبليفاي امبليفاي ما بعرف يعني جربوا بعده عن كلمه انكريز ريديوس. اوكي اذا كانت ديكريز يا تمام. Dopamine is a neurotransmitter found in one of the above synapses. Dopamine plays a part, يعني a role in controlling the movement a person makes as well as their emotional responses. A drug acts agonistic to dopamine. So من الأول وضحت لكم أنه drug acts بتساعد الدوبامين. So it's going to increase the sensation of pleasure. إذا كنت أنا عم بحكي sensation of pleasure مثلا. Is used to increase the effect of dopamine in order to, no, هلأ هيدا objective جديد. شو هو؟ In order to study the mode of action of this drug. شو يعني the mode of action؟ يعني كيف بيشتغل at the level of the synapse. شو الإفكت لألو؟ How it works. 100%. Okay. We perform the following experiments. Then measure. أكيد estimate لأنه ما بقدر أنا بالضبط أعمل measurement. The concentration of dopamine in the synaptic cell. هلا أخذ two lots. Lot one. عملت له injected blood drug واللوت 2 تركته control يعني ما عملت له injection لشيء وبالحالتين أنا شو عم قيس كمية شو كمية الدوبامين. draw in the same graph. I hope إنه تكونوا رسمتوا الجراف مش قلتوا إنه أوف بعرفها. بهيدا الجراف كل غلطة بتنقصوا ربع. هلأ إلا إذا ما بلشتوا صح تروح العلامة. إذا نسيتوا تعملوا تحطوا الليجند يعني تقولوا كل كيرف لمين بتروح العلامة وبعد في شيء بيروح عليه العلامة. إذا بدلتوا الأكس والواي يعني حطيتوا التايم فوق والكونسنتريشن تحت بتروح العلامة. باقي الغلطات إذا مثلا غلطتوا بفاليو غلطتوا بسكيل بصير ربع ربع ثالث ربع بتصير صفر.
اوكي والبوينت انا يعني جربت قد ما في البوينت بدي احطهم يعني انتم بتاخذوا علامه على هول البوينت شفتون هول هلا عم حطهم بالازرق اوكي وكل شيء values شايفينه هون بالتيبل انا بدي اشوفه على الاكس وعلى الواي بس ايه هلا انت بنعرف انه بدنا نوصل البوينتس بكيرف وانت بستريت لاينز اثنيناتهم بيعتبروا لك اياهم صح اوكي هلا مثلا هيدي ما معقول يطلع معي كيرف ولا مستحيل اوكي بس ايه نحن ما فينا اكيد نحط الوان يعني مثل انت ازرق او اورنج 100% فانت بتكت بسمبلي او بتكت بلوت 1 لوت 2 او ليكي شو بتعملي مثلا فيكي تاخدي هولي بوينت تكتبي على جنب انه هيدا البوينت هو لوت كذا وتحت تاخدي اكس وتكتبي انه الاكس هو لوت الثاني اللي هو لوت 2 صح ايه لوت 2 هو الاكس ولوت 1 هو البوينت هاي اسهل طريقه هلا فيكم تكتبوا عليهم دغري يعني في اكتب لوت 1 لوت 2 بس هي امتى ما بتعد تزبط لما يكونوا الكيرز كتير فايتين ببعضهم هون ما بقى فيكم تحطوا بدكم تضطروا تاخذوا لجن اذا ما انا اخذت مثلا لوت 2 مثل منقط كتير واللوت 1 سحبه واحده فاتت مثلا وين المشكله اوكي اكيد dont forget the title يلا formulate two hypotheses explaining the mode of action of drug X هون شو بدي اعمل بدي خلي steps of synaptic transmission براسي يعني انا بدي خلي براسي انه هيدا الدراج عم بيساعد الدوبامين ليشتغل شغله فشو ممكن عم يعمل مع الدوبامين ليساعده انه يزيد من شغله ممكن يخليه فرس الزياده مس يعني exocytosis yes increase the exocytosis دلال تعطيني هايبوثيسيس ثانيه facilitates the exocytosis of neurotransmitter اوكي غيره او ديستور هلا هون في دوبامين في اذكر النيوروترانسميتر دوبامين لانه قال لي اياها بالجيفن شو كمان شو معقول يعمل ممكن عم يمنعها مس تدخل على البوست ميمبرين على الميل شانلز يعني بالعكس اذا منعها وقف لها شغله facilitates the fixation of dopamine على الريسبتور بتساعد الدوبامين لتقعد على الريسبتور على البوست سينابتيك اليمنت هي صح بعدها وحده كثير مهمه بس بدي اسالك سؤال انهبت ذلك برافو يا احمد انهبت ذا ريكابتشر اوف دوبامين انا كذا حافظينا هي حافظينا روحوا على الهايبوثيسيس يلي بتعرفوها facilitate the synthesis of dopamine 100% فاطمه بس كري انه بالبري سينابتيك كلفت ليكو حيطلع معكم كثير هايبوثيسيس كثير بس انا هون سؤالي قصدي هو انت كنت عطيتينا ببدايه الكورس خمسه هايبوثيسيس فينا نستعملهم بهيك حاله لما بيكونوا اجونست طيب اذا انا حطيت الاثنين لاضمن انه فيهم وحده تكون مزبوطه صراحه قريت البارت اللي بعده شفت كيف بيشتغل ورجعت كتبت الهايبوثيسيس وعلى فكره باي ذا واي لما بيكونوا عاطينك هيك سؤال بيكونوا بالبرام حاطين يس اور نو يعني ممكن التلميذ يعطي اثنين هايبوثيسيس ولا واحده منهم صح مش معناتها انه جوابه غلط بده اياها صح بس ليتر اون لما يقول لك is one of your hypotheses validated بدك تجاوبي نو وبدك تبرهني لي نو بدك تجاوبي لس يس بدك تبرهني لي يس اوكي سؤال opinion هون بالمنطق انه هون ترجعوا للاشياء اللي انتم حافظينها يعني انا بعرف دوبامين بعرف شغلتين عن الدوبامين الدروغ لها الامفيتامين والكوكايين فانا بكتب الهايبوثيسز يلي انا بعرفهم مش معناتها اذا ما كتبتهم كتبت شيء ثاني معناتها غلط اكيد لا اوكي قولي بسؤال is hypothesis validate او لا كاتب verify if يعني مش قايل لي انه بدي اعمل verify exactly ما قلت انا show that one of your hypothesis is validated لانه يعني حسبت حساب انه ممكن يكون عندك انت اثنين hypothesis مش هن الصح وحق صراحة اول شيء خفت من هيدا كم وحده بذكر يا مس formulate two hypothesis انا حطيت اثنين في وحده validate وفي وحده لا بس بينحسب صح صح؟ ايه اكيد حتى لو اثنين مش validated كمان بينحسبوا لك صح يعني لا يعني بعد ما كفينا صح بالسؤال يعني بعد نحن مش عارفين كيف بيشتغل الدراج صح show that the results of document 4 cannot validate any of the suggested hypothesis يعني انا حسب الدوكيومنت 4 مبين عندي انه كميه النيوروترانسميتر بقلب السينابتيك كلافت عم بتزيد
برهنوا انه الهايبوثيسس تاعيتكم او انتم ما بتقدروا تبرهنوا الهايبوثيسس تاعيتكم من هالدوكيمنت. تفضلي يا شمس. Based on document 4 in lot 1, which is injected by drug X, the concentration of dopamine increases from 100 to reach maximum of 225 within 40 minutes, which is greater than that in lot 2. واستعملت الدوكيمنت وقالت increase وقالت الباديس وكتير منيح لهلا مظبوط. Which is greater than that in lot 2, not injected by drug X, that increases from 100% to reach a maximum of 110 within 40 minutes. This concentration decreases to reach 100% again in lot 1 after 120 minutes, similarly in lot 2. This indicates that drug X amplifies the concentration of dopamine. However, it does not show the mode of action of drug X. Thus, the results of document 4 cannot validate any of the hypotheses. اوكي برافو يا شمس. حدا فهم شيء؟ يعني حدا فهم ليه انه هي قالت انه الدراج اكس عملت امبليفيكيشن للاكشن اوف دوبامين، بس ليه بعدني مش اكيد انه وحده من الهايبوثيسس تاعولاتي؟ بدي افترض انه الهايبوثيسس تاعولاتي هو بريفنت ذا ريكابتشر ووحده ثانيه انكريز ذا اكزوسايتوسيس. ليش هول الريزلت مش قادرين ياكدوا لي انه مثلا انكريز ان اكزوسايتوسيس؟ لانه بالاثنين هايبوثيسز حيصير في عندي انكريس لانه هني اجونستك فما بقدر احدد. هيدي الفكره، هيدي الفكره. سو بالحالتين شو مس هون بس سوري قطعتك، هون بس بدنا نعمل انالايز لما بدنا نعمل شو ذات بدنا نعمل انالايز للكيرف اللي معنا، بنعمل تبع لوت 1 لحال ولوت 2 لحال ولا بنعملهم اثنيناتهم مع بعض؟ هلا بهيدي المرحله هون بهيدا الجراف بتقدري تعملي وزن لحال وطول لحال لانه بالحالتين انت قادره توصلي للاوبجكتيف. هلا انا ايش كنت قايله فينا نعمل كومبير بين الفاريشن انه باول وحده طلعت يعني هذيك لا بقيت كانه ابروكسيميتلي كونستنت. طيب هو نفس الشيء مثل ما قالت شمس، ما نفس الشيء نفس الفكره. اوكي بتقدري توصلي يعني يلي بقى يلي قال بالاول يلي قال انه باللوت 2 عملت انكريز ل 225 بعد الانجكشن اوف دراج اكس ورجعت عملت ديكريز، هاويفر اللوت 1 يلي ما عملت له انكريز كان كل الوقت ابروكسيمتلي كونستنت لانه هو تقريبا كان ما عم بيزيد كثير، كان بين ال 100 وال 110 اي جس. سو كمان هون بتزبط، بس على القليله مره بدي اقول انه جريتر ذان لما كان في عندي دراج اكس كانت كثير اكبر. سو على القليله مره، بس يلي بيشتغل اول وحده مع الثانيه كل وحده لحال بتكون صح لانه انا قادره اوصل للاوبجيكتيف يلي هو شو؟ انه هي حتزيد بالسينابتيك كلافت كميه الدوبامين، بس هيدا ما بيعني انه انا اقدر حدد اي وحده من ماي هايبوثيسس صح، لانه بالحالتين كميه النيورو ترانسميتر بالكلافت حيزيد. طب مس بعد سؤالا، هلا لما انا كنت عم بعمل انالايز للكيرف الازرق ضروري اقول انه في مرحله كان فيها كونستنت ولا لا مش كثير مهم؟ لا مش ضروري، لا لا، يعني انت بدك تعملي هيدي وهيدي 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 ما ضروري، فيي اخذ هيدي وارجع اخذ هيدي كلها. ديكريس مع بعض فيي. اوكي وبعد بالكيرف الاحمر فينا انا اقول انه لما كان الوقت عم يمرق من 0 ل 140 كان هو بس عم يعمل فلكتويت ما بين 100 و 110 ما فيي اقول فلكتويت لانه فلكتويت كانت عم تطلع وتنزل. عم بقول ريميند ابروكس او ما فينا نقول او اذا بدك سلايد فيك اللي فيكي تعملي انه تقولي انه كان عم يعمل سلايد انكريز اوكي من مثلا 190 لل 110 slight increase اوكي okay. او approximately constant كمان بتنقبل. هلا انا كان قصدي اقول انه هي عم تعمل variation ما بين 100 و 110 هي كانت 100 وزادت لل 105 وضلت constant على 110 ورجعت نزلت هي ما عم تطلع وتنزل لاقول variation او fluctuation يعني فينا نقول approximately constant فيه وفيه قول slight increase اوكي أوكي. يعني هم كثير بدقق على الكيرفز كيف طالعين ونازلين لانه مش هدف اذا بدي دقق بصير بدي اخذ كل بورت لحال ما بقعد بخلص ما بتقعد تخلص الاناليسز. انتم ما عم تفهموا انه على طول ربطوا يور اناليسز بالاوبجكتيف. انا شو الاوبجكتيف تبعي؟ برهنهم انه ان ذا بريزنس اوف دراج اكس كميه النيورو ترانسميتر بقلب الكلافت عم بتزيد بس هيدي بس ما بقدر قادره تحدد اي هايبوثيسس صح لانه بالهايبوثيسس يلي انا عطيتهم اثنيناتهم بيوصلوني لاقول انه النيورو ترانسميتر عم بيزيد بقلب الكلافت. اوكي اوكي والا اذا انتم اللي عم بتقولوه صح
يعني انا كيف بقدر اعمل analyze ل action potential و global potential؟ بقول بالdepolarization increase وبالrepolarization decrease وبالhyper decrease ما بعود بخلص. ليه بقول انه انا تسجل عندي action potential with amplitude 100 ملي فولت؟ اوكي تفضلي يا لين. بس تيتشر بالتيبل هي بتوصل لتايم معين، بتوصل للماكسيمم بعدين بتصغر يعني. ايه ما هيدا اللي قلناه 100%. بس انه هون كيف بدي انا قص يعني اقسمهم لاثنين، انه قبل هذا التايم وبعد هذا التايم، ولا يعني بدي كمل؟ يعني فيك يعني مثل ما قالت شمس قسمت انت التايم اول وبعد تقدري ليكو هون. اذا انا ركزوا معي هون بقدر انا اطلع اثنين اوبجكتيف. اول اوبجكتيف يلي هو بهيدي الاكسبيرمنت، ثاني اوبجكتيف انه لكم برهنوا انه الدراج اكس بتسبب لي تولرانس. شو يعني تولرانس؟ يعني بصير بده يعلى الدوز. يعني ليش؟ لانه الدراج بعد شويه وقت بتبطل قادره تعطي نفس الايفكت، صح؟ لو جيت انا السؤال ما كان انه برهنوا انه وحده انه هيدا ما بيقدر يبرهن وحده من الهايبوثيسس، كان السؤال انه برهنوا لي انه الدراج اكس بتعمل تولرانس. هون بدي اقول لهم انه بعد 40 دقيقه كميه الدوبامين قشطت، سو هون انا مجبوره افصل، يعني مجبوره اخذ اول بارت انكريز لحال، ثاني بارت ديكريز لحال، لاقول لهم بثاني بارت انه كميه الدوبامين نزلت وهيدا دليل انه هيدا الدراج بيعمل تولرانس. هون بهيدا الأوبجكتيف أنا ما قادرة أعمل الزرقة لحال والحمرة لحال، فهمتوا؟ بس بالأوبجكتيف يلي أنا عطيتكم إياه هون بقدر أعمل هاي لحال وهي لحال، بمجرد ما أقول إنه in the presence of drug X كانت كمية الدوبامين عم بتكون أعلى من تحت. هيدا شو بيعني؟ بيعني إنه كمية الدوبامين بالكلافت عم تضلها عالية، بس هيدا ما بيعني إنه واحدة من my hypothesis is validated. مثل ما بعرف إذا أنتوا حدا حالل فيكم الـ 2017 الثانية أول كير فوق، هن ثلاثة كيرف بس هن عاملين أناليسز لكل واحدة لحال. ليه؟ لأنه الأوبجكتيف بيكون، لأنه أنا حتى لما أعمل كل واحدة لحال قادرة أوصل للأوبجكتيف تعولي. هلا حتى ما تضيع بس فيكي بكتوري تشرحي لي فكرة التوليرانس ترجع لو سمحت، إنه لو بدي برهن هيدا بيعمل تولرانس. تولرانس يعني الدراج ما بيقدر يعطيكي نفس الإفكت بعد وقت، بتصيري انت كل الوقت بدك تزيدي من الكونسومشن للدروغ، بتزيدي الدوز تو اوبتين ذا سيم سنسيشن اوف بليجر. مثل هون لما انت اخذتي دروغ اكس بعد تقريبا 40 دقيقه لقيتي انه كميه الدوبامين قلت. شو يعني كميه الدوبامين قلت؟ يعني السنسيشن اوف بليجر قلت. فبمجرد ما تقل سنسيشن اوف بليجر قلت، يعني انا بصير باجي ارجع اخذ الدروغ. اكزاكتلي، سو هيدا اسمه توليرانس. اوكي سو كنت عم بقول لكم انتوا تو بي اون ذا سيف سايد، اذا بتوصلوا لمحل بكيرف ما بتعرفوا اذا بتعملوا كل وحده لحال او اثنين مع بعض، اعملوا اثنين مع بعض هيك يو ار اون ذا سيف سايد واكيد صح. بس مثلا انا على طول بعمل اثنين مع بعض. ايه احسن. بس اخذت من تايم 0 ل 40 انه هن اثنيناتهم زادوا، بس هيدي زادت اكثر من الثانيه. جريت 100%. اوكي طيب هلا document 5 shows the mode of action when we document 5. اوكي مش بحاجه لقلو بهيدي السلايد. The mode of action of drug X, the dopamine transporter is a transmembrane protein that is responsible for the reuptake of dopamine. على فكره لازم بس تبلشوا تقروا هيدي الجبن، لازم تبلشوا يعني تستوعبوا انه كيف بيشتغل هيدا الدراج. يقعد فوق مس على البري سينابتيك ممبرين، حتى لو ما عبر لما يبين عندكم الدوكيمنت حتفهموا. List the steps of the synaptic transmission. List هو الاكشن فيرب الوحيد يلي بحق لكم تستعملوا فيه هودي البولت. اوكي ما بقول CA2 plus وما بقول EPSP، كله هيدا مش مبين بالاكسبيرمنت، سمبلي بس بتقولوا انه بعد ما يعمل دوبامين بايندينج حيعمل PSP in the post-synaptic لكوينة ذكرتها. وآخر شيء الله please 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 هيدي كل الطلاب خليني ما أقول كلهم ثلاثة أرباعهم بينسوها، بتخلص synaptic transmission مش لما يصير في binding ولما يصير في EPSP أو IPSP، بتخلص لما بيصير في recapture أو degradation by enzymes. أكيد يلي هون بحط degradation by enzymes أو recapture أكيد صح، هيدي حفظ وplease ادرسوها.
صح هيدا الجملة هي إذا حط أور بينتمت هذا صح مش صح أكيد صح لأنه يا محمد في ساينابس بيعملوا ريكابتشر وفي ساينابس بيكون فيهم إنزيم بيعملوا ديجراديشن يس إيه فاطمة سوري ما سمعت شو كنت عم تقولي هيدي الجملة آخر جملة هي الوحيدة اللي بكل امتحان بنساها وبكل امتحان تروح لي عليها برافو بس الله ما تنسيها بالتقديم بليز برافو برافو لا هلا خلص محمد كن محمد قعد عائل Based on document 5 تعالوا نقرا document 5 طلعوا لي بدوكيمنت 5 مسحوا قاعد دوبامين على فاطمة داغر اكيد اذا قسمتيهم ان مور ستابس اكيد صح اوكي ما تعتليهم اوكي يلا مس عمو دوبامين قاعد على الشانل لا ما اسمهم شانل شو اسمهم Presynaptic membranes. Dopamine transporter, يا محمد اسمه. Yes, yes. Okay, so انتبهوا الريسبتر هني هول اللي تحت. Okay, وهودي شايفينهم اللي هلا أنا عم لونهم بالأزرق واللي كانوا صفر. هولي شو هول هو يعمل لي ليبل عليهم إنه هول دوبامين. فالدوبامين عم ينزل يقعد على الريسبتر. Okay, صح هلا هيدا the drug X يلي مسكر. الدوبامين ترانسبورتر وهو اوريدي قال لي بالجيفن انه الدوبامين ترانسبورتر هو البروتين اللي بتخليني اعمل ري ابتيك للدوبامين سو شو عم يعمل الدراج اكس عم بسكر عم يعمل الدوبامين فعم يمنعها تعمل ري ابتيك سو بيزد اون دوكيمنت 5 فيريفاي اف وان اوف يور هايبوثيسيس بس هون عم كومبير صح بين التو دوكيمنتس لا ما ضروري هو مش عم تيكي اياهم لتعملي كومبير هو عطيكي اياهم ليفرجيكي انه الدوبامين عادة بيروح على الدوبامين ترانسبورتر وبينسحب لجوا ليعمل ريابتيك بينما in the presence of drug X الدراج X بيسكر هيدا الدوبامين ترانسبورتر وبيمنع انه الدوبامين يرجع باك to the presynaptic element انا قلت هلا انت قلتيهم بالانجلش رجعت قلت لهيك الهايبوتيسز ل prevent the recapture هي الvalidated اوكي 100% So verify if one of your hypotheses is validated. هلا هون ما في يكون جواب واحد. يعني الطلاب يلي حاطين الهايبوثيسز واحدة منهم ريكابتشر بده يكون جوابهم yes. It is validated. ليش؟ لأنه حسب document 5 مبين أنه هيدا الدراج عامل block لدوبامين transporter and prevents the recapture أو reuptake of dopamine. والطلاب يلي حاطين هايبوثيسز غير ما في بيناتهم ريكابتشر فبده يكون جوابه نو ولا وحده من ماي هايبوثيسز از فاليديتد لانه حسب الدوكيمنت برجع بعيد نفس الشيء انه هيدا الدراج عامل بلوك على الدوبامين ترانسبورتر عم يمنع الدوبامين من انه ترجع باك تو ذا بريزينابتيك سينابتيك اليمنت ايه لين تفضلي لين عندك سؤال No. اوكي انه رفع ايدك محمد قلي هلا اذا انا هون مثلا بعد ما شفت الدوكيمنت اكتشفت انه دراج اكس بريفنتس الدوبامين تو بي ريكابتشرد باي ذا دوبامين ترانسبورتر اوكي بالهايبوثيسس انا ما كنت ذاكر هلا انا حتى هون على حالي فيني ارجع اكتب الهايبوثيسس انه ميبي انه دراج اكس بريفنتس كذا كذا اكيد اوكي هلا لو كان السؤال على التابل انه interpretation شو الـ هاي شو الـ significance اللي بيطلعوا معنا سوري عيد لين اذا كان السؤال على التابل ايه. to interpret ما عملنا لا interpret ما هي show that هي interpret عملنا لا بس انت المشكلة you have to relate to the objective انا كنت طالبة منك انه تستعمل التابل لتبرهنة لتقدر تشوفي اذا انت الـ hypothesis تعولك validated او لا اوكي سو انا بدل ما اقول interpret the table انا قلت لك show that بس نحن actually عملنا لها interpret وضحت يا لين ايوه اوكي name drug x بما انه name اكيد بده يكون شيء بتعرفوه بيطلع كوكايين يمكن كوكايين اكيد كوكايين. ما هو يا كوكايين يا امفيتامين انتم بتعرفوا انه هو اثنين بيشتغلوا على الدوبامين على الدوبامين فهي هي يا هي ومين انا بعرف انه هو اللي بيعمل بيمنع ريكابتشر كوكايين الكوكايين هذيك بتخليها يصير في اكسايتوسيس يطلع اكثر